مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار، مع حلقه جديده هنشوف فيها كل ما هو جديد في عالم العقار والاستثمار. حلقتنا النهارده هتتكلم عن مستقبل العقارات وافضل الاماكن اللي يمكن الاستثمار فيها في المجال العقاري بمختلف اشكاله، ان كان عقار سكني او سياحي او تجاري او الاستثمار في الاراضي في المدن الجديده. هنبتدي في البدايه، يوم الاثنين القادم هيكون افتتاح اكبر حدث عقاري بيقام على ارض مصر، وهو معرض المنطقة العقاري 38. في دورته هتستمر من يوم الاثنين ليوم الخميس، من يوم 9 ليوم 12. المعرض بيضم مجموعة كبيرة جدا من المشروعات العقارية والسياحية والسكنية في المناطق الكثيرة الموجودة على ارض مصرنا الحبيبة في الفترة الاخيرة. طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم جدا بالاستثمار العقاري، لان الاستثمار العقاري بينشئ نهضة وينشئ مجتمعات عمرانية جديدة. من منطلق الفكر ده تم انشاء اكتر من 14 مدينة جديدة على ارض مصر، على رأسها العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة والكثير والكثير من المدن الاخرى التي تشهدها مناطق مصر جميعا. المعرض بيقام في مركز مؤتمرات القرية الذكية، هيستمر لمدة 4 أيام، وبيضم مجموعة من المشروعات ومجموعة كبرى من الشركات. طبعا السوق العقاري النهاردة بيشهد طفرة كبيرة، بالإضافة إلى الطفرة التي يشهدها السوق العقاري هناك متطلبات داخل السوق للعميل عشان يشتري. المتطلبات دي بيكون في بدايتها حاجتين، الحاجة الأولى هو الجدية من الشركات، ودي بتكون موجودة في الشركات التي تعمل في هذا المجال من فترة طويلة. والناحية الأخرى هي أنها تكون شركات جديدة ولكن بتعمل في أماكن جديدة زي العاصمة الإدارية، والدولة هي المشرف العام على المشروع. في الحالة دي العميل بيشتري وهو مطمن في مشروع تحت الإنشاء. طبعا لما جم ينظموا معرض المنطقة العقاري قرروا أن هم يشوفوا احتياج السوق. احتياج السوق محتاج مجموعة من المشروعات الجاهزة للتسليم الفوري. في مجموعة كبيرة جدا جوه المعرض جاهزة للاستلام الفوري، معمول عليها عروض خاصة جدا، بتبدأ من بعض الوحدات بدون مقدم وحتى 8 سنوات، بعض الوحدات بتبتدي ب 10% تعاقد وسداد حتى 8 سنوات. عندنا مجموعة أخرى من الهدايا، زي في بعض الشركات مقدمة حضرتك تشتري الوحدة وبتاخد عليها فرش الوحدة هدية. في كمان وحدات جاهزة للاستلام الفوري ومعمول عليها مجموعة من العروض، سواء في السداد النقدي وبالإضافة إلى الوحدات للسلام الفوري اللي عليها عروض في فترة السداد، بتبتدي من أول 30% تعاقد والسداد بيستمر من 36 لحد 60 شهر. المعرض طبعا بيناقش مجموعة من المشروعات العقارية، بداية من العاصمة الإدارية 6 أكتوبر، الشيخ زايد، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة كبرى من المشروعات السياحية اللي هنشوفها، زي مشروعات في مرسى مطروح، في الساحل الشمالي، في سيدي عبد الرحمن، وبرده جزء كبير جدا منهم جاهز للاستلام الفوري. حضرتك بتتعاقد في خلال فترة المعرض، بتاخد العرض الخاص بالمعرض وبتستفيد إن أنت بتستلم وحدتك مباشرة. المجموعة الثانية وهي في مدينة سفنكس الجديدة، وهي المنطقة المستقبل في منطقة أكتوبر والشيخ زايد، الامتداد الطبيعي للمنطقة، مدينة جديدة فيها مطار بالفعل تم تشغيله، مساحتها 60,000 فدان. بيقام فيها مجموعة كبيرة جدا من المشروعات الجديدة، كل ده داخل في خطة الدولة، وبيقدم مجموعة من العروض مختلفة في هذه المنطقة، ان انت بتشتري قطعة أرض بتقدر ان انت تبني عليها وحدة سكنية في المستقبل، والوحدة دي بيكون ميزتها ان انت يبقى عندك ارض بسعرها الفعلي الحقيقي، ما فيهاش شكل من اشكال المرابحة، وفي نفس الوقت المبنى السكني حضرتك بتنشئه بالشكل اللي يناسبك، فبتقدر ان انت تضغط النفقات والتكاليف وتمشيها مرحلي. هنتكلم عن مجموعة الرعاة والشركات المشاركة معانا في المعرض، ومشاريعهم اماكنها فين، وشكل العروض المقدمة في داخل معرض المنطقة العقاري 38 اللي هيستمر معانا من يوم 9/3 ليوم 12
ثلاثة. في البداية هيكون معانا شركة إفرولاند، وشركة إفرولاند هي شركة تطوير زراعي وإقامة مشروعات. شركة إفرولاند بتقدم مجموعة من العروض والمشروعات المختلفة في خلال فترة المعرض، بعضها في وادي النطرون والبعض الآخر في مدينة المنيا، وبالإضافة إلى مشروعات في إسفنكس والشيخ زايد. بتقدم مجموعة من المشروعات سواء كانت الزراعية أو مشروعات متكاملة. أنا حضرتك بتنشئ مشروع متكامل وهم الشركة بتقدر إن هي تديرهولك، تزرعهولك أو تستثمر في مشروعات تربية مواشي أو تربية دواجن أو مزارع سمكية. هيكون معانا برضو شركات أخرى في معرض المنطقة العقاري 38 اللي هيقام من يوم 9/3 ليوم 12/3 في مركز مؤتمرات القرية الذكية في 6 أكتوبر. من ضمن هذه الشركات هتكون شركة نيو جيرسي للاستثمار العقاري، بتقدم مشروع جرين أفينيو في العاصمة الإدارية. المشروع بيقدم عرض خاص في خلال فترة المعرض، وهو ان السادة الحاجزين في خلال فترة المعرض بيدفعوا زيرو داون بيمنت ويقسطوا باقي المبلغ لحد 10 سنوات. المشروع بالفعل تم إقامة مجموعة كبيرة من المنشآت جواه، ومكانه مميز جدا داخل العاصمة الإدارية. هيكون معانا كمان مجموعة أخرى من الشركات في أماكن مختلفة في مصر، منها مشروع شركة النجارين للاستثمار العقاري. شركة النجارين بتقدم مجموعة من العروض داخل معرض المنطقة العقاري. شركة النجارين عندهم أكتر من مشروع، عندهم مشروع في التجمع الخامس كومباوند. الكومباوند ده مبني ومنشأ بالكامل ووحداته السلام فوري، عاملين عليها عروض على الفترة اللي السادة الزوار المعرض هيقدروا ان هم ياخدوا قرار بالشراء جوه الفترة دي. المشروع اسمه لايف جاردن في التجمع الخامس، وعندهم مشروع تاني اسمه لايف جاردن في 6 اكتوبر برضو، منشأ تقريبا بالكامل ووحداته فيها جزء كبير استلام فوري في خلال 3 شهور. حضرتك بتتعاقد وبتستلم وحدتك وبتشوف وحدتك على الطبيعة لما حضرتك بتزور الموقع. عندهم مشروع كمان جديد اسمه لافيرتي. مشروع لافيرتي اهم حاجة فيه ان هو في منطقة مميزة جدا في 6 اكتوبر ومعمول عليه مجموعة من العروض والتسهيلات، وحضرتك برضو بتروح تعاين وحدتك على الطبيعة. ده بالنسبة لشركة النجارين للاستثمار العقاري. عندنا بعد كده احد المشاركين في المعرض شركة نيفادا العقارية. شركة نيفادا بتقدم مجموعة من المشروعات في المناطق الساحلية، عندهم مشروع نيفادا هيلز في الساحل الشمالي. المشروع فيه جزء منشأ تقريبا بالكامل، وعاملين عروض على الوحدات بتبتدي من 10% والباقي لحد 8 سنوات. وعندهم مشروع تاني اسمه مطروح باي، ده في مرسى مطروح. مشروع نيفادا باي في مرسى مطروح في عند بحيرة رومل. المشروع فيه جزء كبير جدا منشآت، العميل برضو بيقدر ان هو يعين وحدته على الطبيعة، وعليها مجموعة من العروض داخل المعرض. هيكون معانا كمان مجموعة من الشركات الاخرى، منهم السكني ومنهم السياحي. هيكون معانا الشركة العربية بتقدم مشروع كوست هايت في الكيلو 62 الساحل الشمالي. المشروع فيه جزء كبير منشأ، وفي ميزة في المشروع ده ان هو اعلى من مستوى الطريق، فكل الوحدات اللي موجودة بتقدر ان هي تشوف البحر رؤية مباشرة. بيقدموا برضو مجموعة من العروض، ومقدمين شاليه مفاجأة داخل المعرض. السادة الزوار اللي هيجوا يزورونا في المعرض هيشوفوا العرض المميز جدا اللي مقدماه الشركة العربية. هيكون معانا كمان شركات أخرى بتعمل في أماكن مختلفة من مصر، منها شركة المنصور للاستثمار العقاري. بتقدم مجموعة من المشروعات في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، في جزء منها استلام فوري. ويمكن شركة المنصور نحب ننوه بس للسادة المشاهدين إن هي استثمار مصري عماني، هم بيبنوا وبعدين بيعرضوا أمورهم للبيع. عندهم يمكن هم من أول الشركات اللي بنوا
في بيت الوطن في القاهرة الجديدة، وعندهم وحدات السلام فوري، وعندهم بقية المشروعات جوه القاهرة الجديدة والتجمع الخامس في مناطق مختلفة من النرجس والبنفسج والأحياء. هيكون معانا كمان شركة جولدن لاند. شركة جولدن لاند بتقدم مشروع في سفنكس الجديدة، هو عبارة عن مجموعة من الأراضي في مكان مميز جدا في سفنكس الجديدة، ودي مستقبل للاستثمار، لأن الاستثمار بيتحول لأنه يبقى قطعة أرض وعليها منشأ عقاري. هيكون معانا كمان شركة ميكرو كاسل للاستثمار العقاري، بتقدم أكتر من مشروع في معرض المنطقة العقاري اللي هيكون من يوم 9 ليوم 12/3 بمركز مؤتمرات القرية الذكية. بتقدم مشروع قرية الجوهرة، وهي قرية جاهزة للسلام الفوري في سيدي عبد الرحمن، بالإضافة إلى مشروع في الساحل الشمالي وهو قرية طيبة، ومشروع آخر وهو مشروع طيبة فالي في وادي النطرون، عبارة عن فيلا وعليها مزرعة على مساحة من 2-3 فدان، بالإضافة إلى أن هم عندهم مجموعة من العمارات السكنية داخل منطقة 6 أكتوبر وفيها وحدات السلام فوري في منطقة التوسعات الشمالية. دي كانت مجموعة من الشركات المشاركة معانا في معرض المنطقة العقاري. هنبتدي معاكم حلقتنا النهاردة، وهيكون معانا اتنين من الضيوف وهم خبراء عقاريين ومتخصصين في هذا المجال. هيقولوا لنا ايه نصايحهم، ايه افضل الاماكن اللي ممكن نستثمر فيها، ايه التسهيلات اللي بيشوفوها على مستوى السوق العقاري ممكن تكون حافزة ودافعة للسوق العقاري، وان هي تخلي العملاء يقدموا على عمليات الشراء ويستفيدوا من هذه العروض. هيكون معانا المهندس هاني شحاتة، مدير التنفيذي لمجموعة نيفادا العقارية. ازيك يا باشمهندس هاني؟ اهلا بيك. اخبار حضرتك؟ الله يخليك دكتور. وهيكون معانا دكتور سامح، رئيس القطاع العقاري بشركة ميراث العقارية. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اخبارك؟ خير والله الحمد لله. هنبتدي حلقتنا الاول، يعني عايزين ناخد فكرة من المهندس هاني في البداية عن انتوا مشاريعكم في الساحل الشمالي في مرسى مطروح. تمام. خلينا نتكلم عن مرسى مطروح. يعني يمكن مرسى مطروح النهارده بقت الرؤيه بالنسبه لها مختلفه بعد النهضه الحضريه اللي ظهرتها على ارض مصر. كانت بدايتها بمجموعه من الطرق والكباري اللي وصلت شرايين الجثمان المصري ببعضه، وكان على راسها طريق الضبعه، والطريق الجديد قرب مرسى مطروح فبقت اقرب للناس عن ما كانت فيما قبل. يعني انا عارف ان هي كانت زمان مثلا بتاخد من 5 ساعات لخمس ساعات ونص، 7 ساعات و8 ساعات، النهارده يمكن ما بتعديش 3 ساعات. الموضوع اختلف تماما. فعايز اعرف منك، حضرتك شايف يعني مرسى مطروح كانت ازاي وبقت ازاي؟ تمام. النهارده احنا بنتكلم عن مرسى مطروح، ان هي كمحافظه اللي ما راحش مرسى مطروح فاتوا كتير. بمعنى ايه؟ كلنا بنسمع عن جزر المالديف وجزر هاواي والكلام ده كله. احنا عندنا في مصر مجموعة من الشواطئ اللي لو اهتمينا بيها واستثمرنا فيها هنعدي الشواطئ دي بمراحل. يعني مطروح فيها مية مش موجودة في اي حتة في العالم، فيها شواطئ مش موجودة في اي حتة في العالم، لون المية هناك لون فيروزي. لو انت وقفت وسرحت بخيالك كده بتنسى همومك ومشاكلك كلها، مهما كان بيك مشاكل او هموم يعني هتنساها. محافظة مطروح يعني أنا واحد من الناس من هواة المحافظة، بروحها من أيام ما كنت طفل صغير لسه، يعني من سنة 96 و95 وأنا بروح مطروح. يعني طب هل حضرتك شايف بعد الطرق والشبكات والتسهيلات اللي حصلت، تمام، هل الاستثمار النهاردة في مطروح بقى اتجاه جاذب للعملاء؟ يعني منطقة مطروح دي منطقة واعدة إن هم يستثمروا فيها؟ أهم حاجة أي مستثمر بيفكر فيها، سواء كان على المستوى ان انا بستثمر كشركه او بستثمر كشخص يعني عايز اشتري وحده او اشتري حته ارض، او اهم حاجه يكون عندي حاجه اسمها استثمار امن. الاستثمار الامن ده لابد ان يتوفر فيه عده شروط. اول شرط ان انا اشتري حاجه ملفها القانوني سليم 100%. بمعنى ايه؟ ان الارض دي تكون مسجله، عليها تراخيص، الشركه اللي بتشتغل وبتنفذ شركه محترمه، عندها سابقة أعمال، عندها سي في كويس جدا، فبالتالي أقدر أحط فلوسي معاها
واستثمر معاه. تمام. ده من ناحية العميل. تمام. الناحية التانية كل الشركات النهاردة عشان تيجي تشتغل لابد برضو ان هي تفكر في استثمار آمن. معنى مش معقول هاجي اصرف فلوس وفي الاخر مش عارف ابيع. بالزبط. لكن النهاردة المحافظة بعد التطور اللي وصلت له لا النهاردة الاستثمار فيها بقى سهل جدا ومتاح للجميع. النهاردة وانا في القاهرة كنت الاول عشان اروح مطروح كنت بضطر انزل اسكندرية ومن اسكندرية اغير تاني واركب اروح حاجة رايحة مطروح. الدولة النهاردة عملت حاجة اسمها طريق العالمين او طريق وادي النطرون يعني. تمام. وده بيطلعني قدام مارينا على طول وباخد طريق اسكندرية مطروح او من الشيخ زايد باخد محور الضبعة او طريق الضبعة بينزلني في الضبعة مباشرة. ده وصل عبارة عن 350 كيلو. تمام. النهاردة ساعتين ونص ثلاثة تقدر تبقى في مطروح من القاهرة غير الاول لأول 7 ساعات وثمان ساعات عشان توصل لمطروح. فكانت الناس بتستبعد فكرة ان هي تشتري هناك وتستثمر هناك. اخر صيف دوت احصائية رسمية من المحافظة المحافظة نفسها دخلها 6 مليون زائر. فده يوريك المحافظة وصلت لايه كاستثمار او كسياحة او وجهة او توجيه الدولة. ده رد فعل الطرق والخدمات اللي اتعملت مظبوط اللي بتوصلها بالسوق. الحاجة التانية اللي ما كنتش يعني بلاقيها زمان لا اليومين دول موجودة بقالها سنتين وثلاثة طبعا الطريق الدائري اللي هو بيجيب من شرق مصر تمام لغرب مصر. تمام. تمام. النهاردة وانت ماشي في محافظة مطروح بتلاقي عربيات ملاك بورسعيد دمياط الشرقيه ممكن الغربيه فهو بيجي من الطريق من غير ما يدخل اسكندريه. بالظبط. كان الاول برضو بيضطر ينزل اسكندريه وبعد كده غير لا هو بيجي من الطريق الدولي الساحلي. تمام. بيوفر معاه ساعتين على الاقل. تمام. ان هو ينزل اسكندريه والكلام ده كله. فبقى فيه رجل على محافظه مطروح من ناحيه المحافظات اللي هي واخده شرق الدلتا والمحافظات اللي هي واخده غرب الدلتا. طيب خلينا نلفت نظر الناس حاجه بسيطه سريعا يعني حضرتك شايف بعد ما الطرق دي اتعملت والمنطقه قربت بقت الـ 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 الفارق الاستثماري قد ايه؟ يعني انا مثلا كنت بشتري شاليه مثلا مثلا ب 200,000 جنيه. تمام. النهارده الشاليه ده بقى بكام بعد شبكه الطرق وبعد الخدمات اللي لا الموضوع اختلف تماما. تمام. يعني كان الاول عشان ما فيش خدمات فبالتالي كانت الاسعار قليله. بمعنى ايه؟ النهارده مثلا الطرق دي اتصرف عليها فبالتالي زودت اسعار الاستثمار. انا لما باجي اشتري ارض من المحافظه اكيد سعرها زاد عن الاول. تمام. التراخيص اكيد بقت زايده عن الاول فبالتالي لما باجي احط فلوس في مشروع انا بحسب كل دوت. تمام. انا صرفت قد ايه اللي انا هصرفه وايه هامش الربح اللي انا هحطه. فده فرق كتير قوي في من ناحيه ايه من ناحيه الاستثمار. العميل النهارده او الراجل اللي بيشتري بيقعد يحسبها بالورقه والقلم. طب النهارده مطروح دي كنت ب 75,000 جنيه اشتري شقه. تمام. النهارده لا الموضوع اختلف تماما. والنهارده اللي مش هيعرف يشتري برضه كمان سنتين ثلاثه هيلاقي الاسعار غليت زياده. تمام. لان الدوله عامله توجه دلوقتي مشروع اسمه مطروح 2024 موديه شركات كبيره شركات عملاقه. تمام. هتشتغل في مطروح فهيبقى فيها كومباوندات بنتكلم في فيلا ب 10 مليون وب 50 مليون كمان يعني هتوصل للارقام دي على مستوى المحافظه. على مستوى فبنتكلم في رفع مستوى الاستثمار في المحافظه. يعني انت شايف ان مطروح النهارده منطقه جاذبه طبعا منطقه جاذبه للاستثمار وربحانه في نفس الوقت. النهارده اللي هيحط جنيه هيلاقيه 10 كمان سنتين ثلاثه يعني. تمام. تمام. طيب نرجع تاني بس نشوف دكتور سامح نروح بقى لاتجاه اخر ونتكلم عن المشروعات السكنيه. حضرتك طبعا خبير عقاري وحضرتك شايف المناطق يعني يمكن منطقه 6 اكتوبر دي من المناطق الواعده لان المربع كله مساحته بتكبر يعني 6 اكتوبر ذات نفسها مساحتها كبرت جهاز المدينه وبقى جهازين بقى في جهاز اكتوبر الجديده وجهاز اكتوبر وجهاز الشيخ زايد وجهاز سفنكس كل دول كلهم حوالين بعض في نفس الاريا. حضرتك توقعاتك لمنطقه 6 اكتوبر شايفها النهارده ايه وشايفها في المستقبل ايه؟ بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا انا مبسوط اني موجود معاكم النهارده الحقيقه يعني ان شاء الله نكون موجودين مع بعض في المعرض يعني ان شاء الله. الحقيقه اكتوبر يعني من انا بشوفها انها من اسعد المدن حظا المدن الجديده يعني. يعني من اول ما نشات فكره المدن الجديده فاكتوبر تقريبا على راسهم او على راسهم يعني لعده اسباب. اولا اكتوبر من 6 اكتوبر ترتفع 187 متر عن القاهره وده تقريبا زي ارتفاع الهرم الاكبر خوفه. وده بيخلي طبعا وده بيخلي الجو في اكتوبر مختلف تماما لما تطلع مجرد ما تطلع من او تخرج من القاهره وتتوجه لاكتوبر تبدا تطلع
بتحس على طول بفارق جوي يمكن 4 أو 5 درجات مئوية. طبعا ده في الايه في الصيف، لو بنتكلم في الصيف، لان معظم السنه تقريبا عندنا دلوقتي بقى صيف. فده بيخلي الجو في مدينه اكتوبر 6 اكتوبر اولا جو جميل في معظم اوقات السنه، رقم كمان ده كمان تخليها بعيده عن التلوث. طبعا الارتفاع ده طبعا ما يخليش التلوث يوصل لها. مجرد ما بتدخل المدينه بتحس ان انت بدات تتنفس هواء اكثر نقاء بشكل كبير جدا يعني. رقم واحد. رقم اثنين، اهتمام الدوله نفسها من فتره طويله جدا يعني بمدينه 6 اكتوبر، بعدد اكبر عدد جامعات تقريبا موجود في 6 اكتوبر. عدد المدارس ما بين العامه والخاصه او الحكوميه والخاصه والانترناشونال وكل مراحل المدارس موجود في 6 اكتوبر ومنتشر في كل الاحياء تقريبا. المستشفيات سواء عامه او خاصه موجوده بشكل كبير جدا، وكل شويه في امتداد اكبر وفي حاجات جديده بتبدا تنشا يعني. العمران فيها بشكل رأسي يعني، توسع رأسي توسع أفقي. في ناس بقى في ناس بنيت ولسه ما خلصتش بناء ولسه بيستكمل لسه البناء بتاعه بشكل رأسي والأفقي. طبعا الدولة لما بتطرح أراضي جديدة فبيبدأ المستثمرين ياخدوا الأراضي الجديدة ويبدأوا يشتغلوا فيها. في ميزة كمان مهمة قوي، انه حتى الاماكن الحيوية زي مثلا يعني مدينة الانتاج الاعلامي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي دي موجودة في 6 اكتوبر. تمام. بالثقل بتاعها يعني. مناطق كتير سياحية منها دلوقتي يعني زي ما نتكلم عن العاصمة الادارية مثلا هناك في التجمع الخامس، يعني نتكلم عن العاصمة السياحية، بالعكس العاصمة السياحية هنا اقرب كتير جدا للمناطق العمرانية. بالظبط. فنشطت كتير مثلا العاصمة السياحية المنطقة اللي هي حدائق اكتوبر، حدائق اكتوبر وما حولها. يعني الاول كان حدائق اكتوبر بالنسبة للناس منطقة بعيدة ومنطقة يعني خايفين منها وربما تكون لوكال او خلافه. الوضع تغير دلوقتي بالنسبة لوجود العاصمة السياحية، وبالنسبة لمجموعة المشروعات اللي تمت في حدائق اكتوبر بقت ايه، عشان كده اتعمل لها جهاز لوحده، جهاز مدينة لوحده. الحقيقة احنا مثلا لما بنشتغل دلوقتي بنحب نشتغل دايما في مناطق مختلفة ونجمع بين الكاتيجوريز المختلفة او الشرائح المختلفة بالنسبة للعملاء في مدينة 6 اكتوبر. هو في نقطة كمان يعني برضو حضرتك برضو لفت نظر السادة المشاهدين ليها، ان اكتوبر لسه طالعة يعني 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 حاجة بتشتري مزبوط بسعر مقبول في منطقة عمرانة وسعرها بيطلع يعني مش لسه فرصة الاستثمار، لسه فرصة الاستثمار او كيرف الاستثمار يعني. الناس لما تتخيل بشكل بسيط كده ممكن الكيرف يبقى طالع 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 كده، وممكن احيانا يبقى طلع وثبت وبدا يمشي بشكل لا هي لسه بتطلع، لسه احنا في منطقة كويسة جدا. بالعكس في بعض المناطق في اكتوبر كمان فيها سكتت فترة عشان ما كانش فيها توسعات، كانت ابتدت تتجمد الجزء والتوجه كان ناحية شرق القاهرة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة وكده، فلكن اكتوبر ما زالت محتفظه برونق انك ممكن تشتري وحده طبعا وينفع تعيد بيعها. احنا في يعني في البدايه حاجة. يعني انا واحد من الناس من عشاق المدينه ومن سكانها من فترات طويله جدا يعني، وكنت في وقت معين كنت بقول خلاص متشكل كفايه كده، احنا مش عايزين زياده سكانيه ثاني في مدينه 6 اكتوبر لانه الوضع كده بدا يتغير. هنبدا نزحم فنطلع اراضي جديده عشان يبقى في توسع ينفع ان احنا نكمل. بدا يبقى في توسعات شرقيه وتوسعات شماليه وتوسعات جنوبيه. بالعكس بدا كمان يكون في حتى قطع الاراضي اللي في وسط البلد نفسها زي القطع الاراضي اللي هي في وسط بيت الوطن بدات تطرح، مراحل بيت الوطن تطرح في اماكن قريبه جدا ما تعتبرش التوسعات، مش بعيده جوه المدينه زي المراحل الاخيره. يعني المراحل الاخيره دي في وسط البلد بينها وبين ميدان الحصري او مسجد الحصري كيلو 500 متر في وسط تقريبا العمران يعني. تمام. المرحله السادسه والمرحله السابعه دلوقتي موجودين في وسط بلد اكتوبر، احنا بنسميها وسط بلد اكتوبر. تمام. بالاضافه للتوسعات الشماليه والتوسعات الجنوبيه الموجوده والتوسعات الشرقيه اللي هي في قدام مدينه الشيخ زايد من الناحيه الثانيه. تمام. هنطلع فاصل بس صغير كده ونرجع تاني اعزائي المشاهدين، هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم تاني. المصري صول ما ينحنيش، ابن
لنبني عشان ابنك وابني. أفرولان إدارة تسويق تنمية. عشان ابنك وابني. أفرولان إدارة تسويق تنمية. مشاهدين رجعنا لكم تاني، بنكمل معاكم حلقتنا عن افضل اماكن الاستثمار ومستقبل الاستثمار العقاري في مصر، في افضل الاماكن المتاحه في مصر. هينضم لينا في الحلقه النهارده المهندس عادل زيدان، رئيس جمعيه مستثمري مليونوس فدان، ورئيس مجلس اداره مجموعه شركات ايفرولاند للتطوير الزراعي وايفرولاند لاداره المشروعات. مساء الخير عادل، بيزحمك. مساء الخير على سعادتك وعلى الساده المشاهدين. ربنا يخليك. احنا كنا بنتكلم عن الاستثمار القادم. في مدن جديده تم انشائها، وفي مدن العمران وصل ليها، يعني منطقه مصر اسكندريه الصحراوي كانت في البدايه عباره عن مجموعه من المزارع او الاستثمار الزراعي، تحولت الى ان الدوله انشات عليها مدينه اسفنكس الجديده، منطقه جوه العمران، في جزء كبير جدا منها مزروع بالفعل، فيها مطار، فيها مجموعه من الخدمات المتكامله قريبة للعمران، وفيها مجموعة كبيرة من المولات والمشروعات التجارية والسكنية. حضرتك شايف ايه مميزات منطقة اسفنكس الجديدة؟ والله يعني في البداية خليني اقول لحضرتك ان رؤية الدولة في انها تعمل 14 مدينة ذكية جديدة، من ضمنهم يعني مدينة اسفنكس الجديدة. طبعا مدينة اسفنكس الجديدة بتتميز بانها تاني مدينة بعد العاصمة الادارية فيها مطار. تمام. ومطار دولي او مطار عالمي معمول برؤية. فاول ميزة نضيفها لمدينة سفينكس الجديدة هي ان فيها مطار. والمطار ده معمول في مكان طبعا مميز جدا. ليه؟ لان هو قريب
للدلتا. تمام. على حضرتك واللي قرب الدلتا ليه كمان اكتر مشروع الدائري الاقليمي الجديد. تمام. ومحور الضبع الجديد ومحور رود الفرج. اه فمش محتاجين يروحوا لحد القاهره عشان يسافروا. مش محتاجين يروحوا لحد القاهره فهيخفف الضغط على مطار القاهره. بالاضافه ان هو كمان مطار سياحي. لان هو كمطار مفروض ان هو كمان الناس اللي جايه عشان تزور الاهرامات والمتحف المصري اللي مصر بتعمله هديه للعالم كله مش من مصلحته ان هو يروح مطار القاهره. لا هو ينزل على مطار سفينكس و10 دقائق يكون في المتحف او يكون في منطقه الهرم. تمام. تمام. فدي ميزه كبيره جدا. الترافيك اللي على المطار ده هيبقى ترافيك سياحي تمام وهيحرك المنطقه يعني ده بيقول ان المنطقه دي هيبقى فيها استثمار زراعي صناعي فندقي ترفيهي سياحي سكني. تمام. وده ما يميز مدينه سفنكس الجديده. ده اللي هيضيف المطار للمنطقه. تمام معايا حضرتك؟ طيب النهارده كمان اللي بيميز مدينه سفنكس الجديده انها على قريبه جدا واخد بال حضرتك من اقرب سكن متحضر في القاهره وهو مدينه الشيخ زايد. يعني هي تعتبر امتداد لمدينه الشيخ زايد بالظبط. معايا حضرتك؟ فقريبه جدا على الجيزه منطقه الجيزه كلها. ومنطقه الجيزه كلها دلوقتي كلنا نعرف ان معظم القرى اللي في الجيزه حتى مش هنقول المدن بقى فيها زياده سكانيه. تمام. ضغطت على البنيه التحتيه اللي موجوده في القرى واللي موجوده في المدن. واصبح سعر الوحده اللي هي الوحده السكنيه سواء شقه او فيلا او بيت ريفي في الاماكن دي تقريبا الاسعار بقت قريبه لاسعار المدن الجديده. اه ما بقتش ارخص. والناس والشباب اللي موجودين في المدن دي او في القرى دي عايزين يروحوا في اماكن اصبحوا النهارده ما عندهمش شغل. فهو عايز يروح في مكان فيه يعرف يعيش فيه ويشتغل فيه. تمام معايا حضرتك؟ تمام. فبقت قريبه لمنطقه الجيزه فهتبقى منطقه جاذبه. واخد بال حضرتك؟ آه. من ضمن مميزات مدينه سفنكس الجديده برضو انها قريبه جدا للدلتا. تمام. يعني قريبه جدا لاسكندريه. يعني انا لما اروح اسكندريه النهارده في مدينه سفنكس ساعه وربع. لو انا رايح الساحل ساعه ونص. طيب. على طريق الضبع. معانا مداخله بس من باشمهندس حسين صبور. مساء الخير يا باشمهندس حسين، ازي حضرتك باشمهندس حسين؟ باشمهندس حسين طيب نعاود اتصال بيه نرجع تاني. تمام معايا حضرتك؟ تمام. فقربها بقى لمدينه اسكندريه وقربها لمدينه العالمين وقربها للساحل الشمالي ومطروح واخد بال حضرتك، فتخلي اللي ساكن فيها ساعه وربع يكون في اسكندريه، ساعه ونص يكون في الساحل، ساعتين ونص يكون في مطروح، ساعه يكون في مدينه العالمين. معايا حضرتك؟ ده بيميز المدينه دي. من الحاجات اللي بتميزها كمان انها نسبه الخضره فيها اعلى. واخد بال حضرتك؟ لا هي اصلا بتقوم على فكره القرى المدن الذكيه اللي اصلا اكثر تلاؤما وحفاظا مع على البيئه. مع البيئه. معايا حضرتك؟ منطقه صديقه للبيئه. بالظبط. قربها للدلتا زي ما قلت لحضرتك زي ما قربها للقليوبيه وقربها للدقهليه وقربها للغربيه وقربها حتى لمحافظه البحيره. فكل الناس اللي هي عايزه تسكن في سكن حضاري وكده اقرب ليها مكان هو سفنكس. وباسعار قريبه برضو من اسعار الوحدات اللي موجوده في البلاد بتاعه المحافظات دي. معايا حضرتك؟ كمان بتتميز مدينه سفنكس الجديده انها بره الزحمه. انت بتبعد عن الزحمه. عن الخطوات المروريه وتقدر تروح اي نقطه في مصر في اي وقت. عايز تروح العاصمه بتاخد الدائري الاقليمي، عايز تروح حتى مدن الصعيد تطلع من بره البلد خالص تركب الدائري الاقليمي، تنزل على اي تفريعه في اي محافظه في مصر انت بتنزل من على الدائري الاقليمي ده هي اقرب ليه. تمام. يبقى انا لو حبيت اسافر منها اصيف منها في اسكندريه اروح اسكندريه ساعه وربع قريبه، اروح الساحل ساعه ونص، اروح مطروح ساعتين ونص، اروح العلمين ساعه. معايا حضرتك؟ ده داخلي. اروح اي محافظه في مصر من الدائري الاقليمي. من الدائري الاقليمي. معايا حضرتك؟ تمام. اروح التجمع، اروح العاصمه الاداريه، كل ده من بره. تمام. معايا حضرتك؟
ده دي من احد مميزاتها. طيب. من المميزات اللي تضاف اليها برضو طيب. مدينه طيب احنا رجع لنا تاني مهندس حسين. مساء الخير يا باشمهندس حسين. باشمهندس حسين. ايوه مساء الخير، ازاي حضرتك حسين بيه؟ مساء الخير يا فندم. ازاي صحتك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. كنا بنتكلم عن المناطق الجديده في مصر، وحضرتك تقول لنا ايه رايك في التطورات اللي بتحصل في منطقه 6 اكتوبر ومدينه سفنكس الجديده؟ يعني مصر الجديده في مصر، مش فاهم. التوسعات اللي حصلت لبعض المناطق، يعني جهاز مدينه اكتوبر مساحته كبرت، فبقى بقى عليه مشروعات جديده. مدينه متكامله على 60,000 فدان وهي مدينه سفنكس الجديده. الشيخ زايد برضو مساحتها اتضافت، فحضرتك شايف المنطقه دي مستقبلها ايه؟ بص عشان نكون واضحين، هناك ازمه اسكان كل سنه، محتاجين في المدن المصريه غير الريف 500,000 وحده سكنيه في السنه. تمام. 500,000 وحده سكنيه ما بين القاهره والاسكندريه وطنطا وطقطق وكل المدن المصريه. تمام. فكل توسع بيتعمل له ما يبرره. تمام. وعليه طلب منين؟ من العائلات الجديده. احنا بنزيد 2.5 مليون في السنه بيتجوزوا بعض، محتاجين وحدات سكنيه وهكذا. احتياجاتنا كثيره في هذا المجال. تمام. طيب حضرتك شايف ال 2020 ممكن تكون فيها طفره عقاريه؟ يعني انا شايف الناس بقت مهتمه ان هي تستثمر في العقارات اكتر من الفتره السابقه، يعني فكان في فتره معينه كده كانت الجو ابتدى يهدى شويه. فتوقعات حضرتك ل 2020؟ لا، عمر الطلب ما هدي. ليه؟ بقول حضرتك محتاجين ب 500,000 وحده سكنيه عشان نسكن. تمام. رقم مش قليل. تمام. خلاف اللي بياخد حاجات في الصيف في الساحل الشمالي او في العين السخنه او في غيره. تمام. لكن الطبقه هو الاستثمار في العقار، يعني واحد بيشتريها عشان ابيعها. تمام. ليه بقول الكلام ده غلط؟ لان الفايده في البنوك بقت عاليه جدا. تمام. فالانسب للمواطن العادي انه يحط فلوس في البنك وياخد فايده عاليه بدل ما كان يشتري عقار ويبيعه، مع ان هو كان بيحقق قبل كده الفايده من جوه العقار. كان استثمار في العقار عالي جدا لما كان فايده في البنوك اوطى من كده كتير. اما كانت الفايده في حدود من 8 ل 10%. يعني ارتفاع فايده البنوك ده هو اللي خلى النوع ده من الاستثمار هدي. مظبوط. ارتفاع الفايده في البنوك خلت جذب شديد اموال الى البنوك بدل ما كانت بتروح جزء للعقار. طيب فايده البنوك بقى ابتدت تقل، اكيد دي هتعمل طفره في العقارات الفتره الجايه. انا اتوقع ان سيستمر الطلب على العقار وبتتقابل مناطق جديده زي العاصمه الاداريه الجديده. تمام. زي ما حضرتك بتقول الشيخ زايد 6 اكتوبر الجديده، امتدادات مدينه المستقبل اللي هي جنب اللي بين التجمع وبين العاصمه. كل دي مناطق جديده سكنيه راقيه. تمام. ايضا الدوله بتخدم سكين العشوائيات وبتنقلهم الى اماكن اخرى محترمه. تمام. بدل ما هم كانوا ساكنين في اماكن خطيره ومناطق ما فيهاش ميه ومجاري. تمام. بتنقلوا دلوقتي الى مناطق معقوله جدا محترمه جدا وبيستلموا شويه الدوله من يعرفه. ففي على جانبين، جانب الدوله بتعمله لمحدود الدخل والعشوائيات. تمام. وجانب الشركات العقاريه بتعمله لباقي طبقات المجتمع. تمام. بنتقدم لك بخالص الشكر يا باشمهندس حسين، ونلقاك قريبا ان شاء الله. اهلا بيك. شكرا حسين بيه، ميرسي. طيب نرجع مع مهندس هاني. عايزين بس يعني كلمتين سريعا كده. تمام. عن الساحل الشمالي وتأثير إقامة مدينة العالمين الجديدة عليه.
هو كلمتين سريعا عن الساحل الشمالي مش هيوفوا حقه يعني. المهم عشان احنا قدامنا تقريبا 10 دقايق فعايز اخد منك كلمتين وبعدين ناخد بقى العروض والمميزات اللي موجوده معانا. تمام ان شاء الله. هو الساحل الشمالي بكل اختصار يعني طبعا الدوله لما كانت شغاله على البحر الاحمر وشرم الشيخ والكلام ده كله فالطبيعي ان هناك المنطقه قفلت، فايه البديل؟ كانوا بيفكروا ان هم يطوروا الساحل الغربي. هنرجع بس للتسعينات اواخر التسعينات ومن اول 2000 وانت جاي، فكان بدا تطوير الساحل الغربي وبدا بناء مجموعه من القرى من اول الكيلو 21 لحد محافظه مطروح، وكانت قرى تتعد على الايد. مع زياده الاستثمارات ومع توفر الخدمات وتوصيل المرافق بدا الاستثمار ده يزيد. اصبح النهارده الساحل وانت ماشي من اول اسكندريه لحد مطروح كل الجزء ده كده من على اليمين اللي هو يمين ناحيه البحر يعني اصبح ما فيهوش حاجه متاحه او اراضي متاحه، ولو في حاجه متاحه بتبقى اسعارها نار يعني عشان نبقى صراحه مع بعض. تمام. اصبح البديل بتاعه ايه؟ لما الجنب اللي هو الجنوبي او شمال الطريق. اصبح في قطع كتير كانت متوفره النهارده بقت تتعدى على الايد برضو. تمام. فده برضو بيودينا لسكه ايه؟ ان احنا الساحل خلاص قفل واحنا رايحين على ايه؟ على مطروح. جات الدوله طورت مشروع كبير ومشروع عملاق، مشروع العلمين الجديده. طبعا المشروع دوت يعني مش عايز اقول لك هو نقل الساحل نقله تانية خالص، نقل محافظه مطروح واسكندريه نقله مختلفه تماما. النهارده الساحل اللي كان بيفكر ان هو يروح يقعد اسبوع في الصيف، لا النهارده هيبقى صيف وشتاء يقدر يقعد هناك. دوله النهارده عامله كليات، جامعات، اكاديميات، مدارس، مستشفيات، كل الخدمات اللي ما كانتش متاحه الاول دلوقتي بقت موجوده وعلى ارض الواقع. تمام. زائد هيبقى زي ما بنتكلم على العاصمه الاداريه، لا هنقدر نتكلم على العالمين ان هي تبقى مركز تجاري وثقافي وسياحي وفيها مختلف الثقافات، الثقافه اللي هي بتاعت الثقافه البدويه العرب يعني عامه، الثقافه بتاعت الدلتا. تمام. لان الناس بتاعت الدلتا بتفضل الساحل، حضاره بتاعت اسكندريه، الناس بتاعت اسكندريه بتحب تروح تقعد في الساحل دلوقتي. تمام. فاصبح التوجه توجه استثماري، بدل ما كان انا بفكر اروح اقعد اسبوع ولا اسبوعين، لا انا ممكن النهارده صيف شتاء هبقى مقيم في الساحل بالظبط كده. طيب احنا تمام اتفضل. تمام قول بس عشان احنا وقتنا خلاص تقريبا. احنا يعني ان شاء الله بنواكب التطور دوت بمشروع او بثلاث مشاريع عامه في الساحل. تمام. مشروع في كيلو 82 ومشروع في كيلو 84. تمام. قدام قريه الزهور يعني. عندنا اسعار منافسه يعني منافسه قويه كمان يعني. تمام. معانا مشروع ان شاء الله اللي يقدر يشتري ويقدر يجي يبص، هو مش بيشتري على الهوا يعني، وجاي يشتري حاجه بتنفذ. بالظبط كده، بيجي يتفرج على الواقع. تمام. واحنا الحمد لله مسابقين الزمن في التنفيذ وفي كل حاجه. طيب ماشي. تمام. عاملين عرض خاص للمعرض؟ عاملين عرض خاص للمعرض عشان خاطر حضرتك بس. كم مقدم ازاي؟ احنا بناخد عاده يعني في مطروح بناخد 20% تعاقد 20% استلام والباقي 6 سنين. خلال فتره المعرض 20% تعاقد وياخد شاشه 50 بوصه هديه سمارت كمان. ايه رايك؟ 20% بس 20% تعاقد، ويعني كل حاله بحالتها يعني ان شاء الله. تمام. اما بالنسبه للساحل نفس الكلام يعني، وفي وحدات عليها خصم 5% في خلال المعرض ان شاء الله خلال فتره المعرض. تمام. طيب ناخد عرض المعرض مع حضرتك سريعا كده. والله احنا عندنا عروض يعني في كل وقت الحقيقه، لكن المعرض ليه عروض اضافيه. تمام. ان شاء الله انه ايا إن كانت سعر الوحده او المقدم بتاعها انه بيوصل 20 او 30 او 35 او ممكن 40% كمان في حاله الاستلام او قرب الاستلام، لا احنا هندي في المعرض ان شاء الله 10% تعاقد. يقدر اي عميل يدخل الجناح عندنا وياخد ب 10% تعاقد دلوقتي حالا، ونبدا نشوف نستكمل ازاي طبقا لدخله ولظروفه الماديه. حتى بالمناسبه لو استلم فوري. حتى لو استلم فوري. طيب. يبدا نشوف طبعا دفعاته اللي هيقدر يستكملها ازاي. طيب. لكن في وقت المعرض يقدر يتعاقد بالفعل، يتعاقد مش يحجز. طيب. ب 10%. تمام. تمام. طيب ناخد عرض سريع كده للمعرض. والله احنا عندنا مشروع من في مدينه سفنكس الجديده من افضل المشروعات اللي موجوده في المدينه على الاطلاق. هو ده مشروع يعني اكتر الاماكن تميزا في جوه مدينه سفنكس الجديده، وده مشروع اسمه جولدن لاند. ده قدام المطار يعني يصلح سياحي ترفيهي فندقي سكني.
بس ده احنا بنطرح قطع اراضي محولة مباني من زراعي لمباني داخل مدينة السفنكس. القطع دي اللي بتبدأ من 1000 متر. احنا عاملين خصم 10% في المعرض على القسط و 15% على الكاش. وفكرة الموضوع كله ان انت بتبقى عندك قطعة ارض سعرها بيزيد في المنطقة بنسبة ما بتقلش عن 50-60% في السنة، بالإضافة لأن هي لسه بكر وبتتحقق يعني كل ما الناس بتبدأ تشتغل ونسبة المباني بتزيد في المنطقة كل ما سعر الأرض بيزيد، بالإضافة أنها بالنسبة لك أنت تقدر تلم عيلتك كلها في فيلا هي أساسا بتمن شقة. يعني أنت لما تيجي تاخد قطعة الأرض بالإضافة للمباني اللي بتبنيها عليها بالإضافة لنسبة أو مقابل التحويل من زراعي السكني، كل ده ما بيعملش في الآخر في حدود 1.5-2 مليون. ده معنى انك تقدر وبتعمله على مراحل وخطوات تقدر تبني في بيت، تبني بيت يلم كل العيلة فيه، انك تقدر تبني معاك بدروم وارضي واول غروف، ممكن تبني على حوالي 300 متر على 1000 متر. يعني انت تقدر تعمل 2 دوبلكسات في البدروم والارضي وتعمل شقتين وتعمل شقة في الروف على 30% من المساحة. يعني تقدر تلم ولادك كلهم في بيت واحد، كأنك بدل ما تاخد لكل واحد شقة في كل مكان لا انت تقدر تعمل سيناريو على 10 سنين على 15 سنة على حسب ولادك واللي عندك، او ان ده بيبقى بيت خاص لفرد واحد بس عمل فيلا بسعر اقل من التكلفة وبسعر شقة. تمام. تخبر حضرتك فينا ناس بتبقى لسه ما خطبتش او ابنه هيخطب لابنه وبيخطط انه يشتري له شقة هيستلمها بعد 4 سنين او بعد 5 سنين، لا هو من دلوقتي يقدر يعمل الخطة دي على قطعة أرض ويبني أخبر حضرتك على مدار ال5 سنين ويسكن ولاده بالتتابع في مكان زي ده مميز جدا وقريب من كل الخدمات، والأسعار دي بتنافس كل الكومباوندات اللي هي الزراعة السكن في الصحراوي اللي هي زي أفق وزي السليمانية وزي وادي النخيل وزي فالمكان ده مكان محترم جدا. تمام. احنا للاسف طبعا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، فنكمل مع بعض ان شاء الله في حلقه اخرى ان شاء الله، و هنختم بقى الحلقه. لو حد عايز يقول حاجه اخيره، احنا بنشكركم طبعا كل الشكر على وجودكم معانا. واعزائي المشاهدين دي كانت نهايه حلقتنا النهارده معاكم، والى ان نلقاكم السبت القادم 9 مساء نترككم في رعايه الله.